استمرت تنقطع بعد ذلك. كرة خطيرة كانت في الجهة اليمنى، صدمت بالعارضة وضاعت من جانب فاينورد، والكرة إلى خارج، ولكنها ضاعت. هنا محاولة إذن كاسترا في أقصى اليمين، ومحاولة تحول بشكل سريع في الجهة اليمنى إلى أمام تلعب. تعود دفاعنا إلى الدفاع، أيضا تلعب من جديد. هنا محاولة أيضا تلعب مرة أخرى في أقصى اليسار، وطبعا الشمس مشعة. قبل شهر تقريبا او اكثر تقريبا، احتكاك اذا، والخطا ينفذ. توصل الكره اذا مره اخرى في الجهه اليمنى من ملعب المباراه. هنا محاوله من ديفاينا بشكل سريع في الجهه اليمنى، هنا محاوله في الجهة اليمنى مع حارس المرمى، إذا يلعبها إلى الأمام حارس فريق فاينورد. خطأ إذن آخر من اللاعب. تعود من جديد في الجهة اليسرى. الإعلانات الموجودة في ملعب المباراة. على العموم رمية التماس اللاعب في الجهة اليسرى الكريري إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. أنت اللعب حول إذن من جديد، خطأ إذن كذلك يحتسب في أقصى اليسار، وهجوم إذن يأتي حول معها كذلك. هنا محاولة إذن سريعة تلعب، تريد إلى أمام ملعوبة. شوط المباراة الأول. غريني إلى محاولة وصافرة وخطأ إذن يحتسب كذلك، وإنذار ثالث في هذه المباراة في الجهة اليمنى. هنا محاولة من ديباينا، الكرة إذا من الأحمدي اللي تعود مرة أخرى في أقصى اليمين. الذي يحتسب ولا محاولة إلى الأمام، تلعب في جهة اليسرى. كرة توصل بشكل سريع في الجهة اليمنى. فريق بريدر لكنها تنقطع بعد ذلك. حول من جديد في المنتصف، وبالنسبة لفريقنا كبريدة يود الفوز كي لا يهبط إلى دوري الدرجة الثانية، لأنه احتل المركز قبل الأخير حاليا. تقرويني قبل المباراة محاولة إلى الأمام، إذن فريق يس إذن تنقطع. تعود إذن بشكل سريع في أقصى اليمين، ديفاين من جديد تلعب. هنا محاولة
محاولة إذن خطيرة تأتي من جانب ملعب بريد لكنها تنقطع بعد ذلك لتعود الكرة بشكل سريع في الجهة اليمنى. خطيرة إذن وعرضية تلعب توصل الكرة إذن بشكل سريع في الجهة اليمنى من ملعب المباراة. محاولة إلى الأمام تلعب إذن من جديد على محاولة خطيرة تأتي كذلك و فان بيك من جديد يلعبها والكرة أقرب في النهاية إلى حارس إلى الأمام تلعب توصل إذن من جديد في الجهة اليمنى أخرى ومحاولة إذن تأتي بشكل سريع خطأ إذن موجود صالح ماك بريدة تلعب شوط المباراة الثاني الذي يقدم فريق فاينل في هذه المباراة ممتاز تماما ثم حارس المرمى تلعب هنا المحاولة إذن تلعب وهدف المباراة الثالث يأتي إذن كرة إذن تلعب خطأ الذي ولد في أنتروب في بلجيكا خطأ إذن كذلك يحتسب كرة إذن تلعب إلى الأمام في الجهة اليسرى حاول إذن سريعة تي وإعادة الكرة إلى الحارس شتت بدورة أمام ملعوبة وعرضية اللعب لا وضربة على الظهر بس كرة إذن تلعب توصل كرة إذن من جديد في الجهة اليسرى هنا المحاولة إذن تلعب في أقصى اليمين هنا محاولة هل يأتي الرابع؟ أحمد إذن والكرة تضيع تحول الكرة إذن من جديد تعود الكرة إذن من جديد بدل الضائع للشوط الثاني ثم يرجع النقطة بهذا الشكل مع الفريق فاينورد توصل كريدن وفي خطأ و